تحديدا. فخليني اروح بعد اذنك لاحمد رشاد واعرف منك يا رشاد يعني ايه الانجازات اللي اتحققت وازاي شايف مشوار النادي الاهلي، انا اقصد بيه الفرق المختلفه في 2022. اكيد طبعا. يعني يا استاذ كريم عايز اقول لك اني لو اتكلمت عن النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي في الالعاب الاخرى فاقدر اقول عليه مشوار يعني استثنائي، يعني مشوار مليء بالبطولات. النادي الاهلي قدر يحقق العديد من البطولات في كل الالعاب، سواء في الطايره او يعني طايره رجال او الطايره سيدات، سواء في اليد رجال او اليد سيدات او السله رجال او السله سيدات، يعني موسم استثنائي لكل الفرق. النادي الاهلي طبعا طول عمرنا عارفين ان هو بيتربع على عرش الالعاب الاخرى، ملك الصالات زي ما بنقول. ايوه. لو هنروح للنادي الاهلي في كره اليد رجال، فالنادي الاهلي طبعا كان مؤخرا كسب بطوله السوبر الافريقي وتاهل منها لبطوله العالم السوبر جلوب اللي كانت في السعوديه. وعايز اقول لك على حاجه يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي اول فريق مصري وافريقي يفوز على نادي اوروبي بعد طبعا ما فزنا على نادي بنفيكا. طبعا كلنا عارفين ان البطوله الفترة الأخيرة دي كانت 8 فرق وتغير طبعا شكلها وبقى 12 فرق. فالنادي الأهلي في كرة اليد رجال أول طبعا فريق زي ما قلت لك إن هو يفوز على نادي أوروبي وأول فريق يخش المربع الذهبي. نجاحات طبعا كبيرة جدا في كل الفرق، سواء في الطايرة رجال، الطايرة طبعا ماشيين بشكل كويس، السلة طبعا بيحققوا خلال الموسم موسم استثنائي، بيحققوا فيه الخماسيه مع اجوستي. طبعا النادي الاهلي كان فاز بدور المرتبط وكاس مصر ودوري السوبر والبطوله العربيه. وطبعا الموسم ده احنا وصلنا للبطوله العربيه، ولولا طبعا سوء التوفيق في المباراه كنا قدرنا ان احنا ناخد البطوله العربيه. اليد السيدات طبعا كسبوا منطقه القاهره وماشيين طبعا بشكل كويس، خاصه طبعا بعد التدعيمات مؤخرا لفريق اليد سيدات طبعا ممثله في اداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي، وده اللي جه يعني الفريق ثماره امبارح. امبارح طبعا النادي الاهلي كان كسب الشمس وتاهل طبعا لقبل نهائي كاس مصر، وان شاء الله باذن الله هنقابل سبورتنج، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي الفتره اللي جايه يقدر ان هو يحقق موسم استثنائي في كل الالعاب. الطايره طبعا سيدات احنا ماشيين بشكل كويس، طبعا كسبنا دوري وكاس، ماشيين بشكل كويس في الدوري، لعبنا 13 مباراه فزنا 12 وهي مباراه واحده خساره، لكن ان شاء الله ماشيين بشكل كويس ونقدر نحقق المزيد من البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب يعني كلها انجازات مهمه جدا هي حققتها الفرق المختلفه في النادي الاهلي.